قمة العشرين برئاسة السعودية، سنوزع ملياري جرعة من لقاح كورونا يحمي من كورونا والإنفلونزا معا، لقاح خارق في الطريق. أصل كورونا دراسة حديثة، الفيروس لم ينشأ في ووهان. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من العربية صحة، فأهلا بكم. نبدأ من الحدث الأبرز خلال الساعات الماضية، وهو انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية، حيث قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاح القمة إن الأولوية في هذه المرحلة هي العمل على تهيئة الظروف التي تتيح وصول لقاح كورونا إلى كافة الفئات بشكل عادل وبتكلفة ميسورة. من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مخاطبتها القمة إن منصة مجموعة العشرين ستقوم بتوزيع ملياري جرعة لقاح كورونا حول العالم. كشف البروفيسور رونالد أكلس خبير في علم الفيروسات بجامعة كاردف البريطانية أن لقاحاً خارقاً للوقاية من فيروس كورونا والإنفلونزا معاً يمكن أن يتوفر في أقل من عام، موضحاً أنه لا توجد عقبات صعبة في سبيل دمج اللقاحين في لقاح واحد. وقال أكلس إن فحوص السلامة يجب أولاً أن يتم إجراؤها لضمان عدم وجود تفاعلات ضارة بين اللقاحين، لكنه يعتقد أنه من غير المحتمل أن تكون هناك مشكلة، مشيراً إلى أن لقاحات كورونا أطلقت ثورة في عالم اللقاحات الجديدة وعلمها. وفي تطورات أزمة كورونا أيضاً، وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية رابطاً غير مباشر بين التدخين والوباء، حيث خلصوا إلى أن التعرض لدخان السجائر يجعل خلايا مجرى الهواء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. وحصل الباحثون على الخلايا المبطنة لمجرى الهواء من 5 أفراد غير مصابين بكوفيد-19، وعرضوا بعض الخلايا لدخان السجائر في أنابيب. الاختبار هذا أطلق فيه فيروس كورونا على جميع الخلايا، فكانت الخلايا المعرضة لدخان أكثر عرضة مرتين إلى 3 مرات للإصابة بالفيروس. كشفت عالمة فيروسات صينية اشتهرت باسم المرأة الخفاش بسبب أبحاثها المتخصصة بفيروسات كورونا في الخفافيش، كشفت عن نتائج جديدة تشير إلى أن الفيروس لم ينشأ في مختبرها الواقع بووهان في الصين. وأعادت العالمة اختبار عينات دم مأخوذة في عام 2012 من 4 عمال مناجم أصيبوا بالمرض بعد العمل في كهوف الخفافيش في جنوب غرب الصين، أظهرت عدم إصابة أي منهم بكوفيد-19، وهو ما لم يتعارض مع ربط أصل الفيروس بمختبر ووهان. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المقاومة المتنامية للمضادات الحيوية لا تقل خطورة عن جائحة كورونا، وتهدد بإطاحة التقدم الطبي الذي تم إحرازه على مدى قرن من الزمن. ووصف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن هذه القضية بأنها واحدة من أكبر التهديدات الصحية في زماننا، حيث تكتسب البكتيريا والفطريات والطفيليات مناعة ضد تأثير الأدوية، وبالتالي يصعب علاج أنواع شائعة من الأمراض وتفاقم خطرها، بما يؤدي أحياناً إلى وفاة.